بون الماتش حنا كان يدور نورمال حتى الدقيقة 85، بعد صرا اشتباك بين اللاعب تاعهم واللاعب تاعنا، ايه خرج له بطاقة حمراء. من تماك بدات مناوشات الدبزة قايسة، ليسونسيال كانت نورمال. حنا كشغل كنا متشابكين، ايه جا دوزيام غارديا تاعهم واللاعب الفا 20 اللي ضربني الكرسي من الخلف، دار لي في وجهي 6 بوان في 2 بوان، ايه قرد ليني فيه ايوا. وتما شغل شا نقولو، طحت ما عرفتش روحي كاع شا وين راني، ولا حتى لقيت روحي في السبيطار. بعد ما رحت السبيطار تماك في ليستو، الحمد لله شغل عاونونا تماك، خيطوني وداروا كلشي، خدمتهم وكاع، درت راديو ودرت كلشي. بون حنا نقولو كيما نقولو، لا قعدت الشامبيون الجزائري كيما هكا غادي يدير حسابك، وبنادم يحبس بالون خير الله يربح سلامته، باسكو كي تصب بالون باش واحد يضربك ضربه تاع موت وما تولي تشوف والو في حياتك، صاي دير حسابك بالون تكرهها ديريكت. واحد من الناس انا كرهته، باسكو علاه ضربني ضربه بكرسي الوجه، مشي قال ضربني بيده، ولا ضربه تاع كرسي سما ضربه تاع قتل ومن الخلف. ونطلب تحقيق للجهوي الثاني اللي وحران، فتحوا تحقيق تام على هاد المشاكل وكاع اللي راهم يصراو تاع البانون كاع، ان شاء الله ما يكونش مشاكل وكاع ولا لين عنف ان شاء الله.